بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة اليوم سنتناول فيها موضوع اللاجئين الفلسطينيين. هذا موضوع في غاية الأهمية لأنه لعدة اعتبارات، لأنه جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، ولأنه أيضا ركيزة أساسية من ركائز الكفاح الوطني الفلسطيني. لماذا أقول ركيزة أساسية؟ لأن وضعنا كفلسطينيين في موضوع اللاجئين من الناحية الدولية، من الناحية القانونية، موضوع قوي جدا يصلح أن نستند إليه في كفاحنا ضد الاحتلال الإسرائيلي. مثلا لو جئنا لمسألة القدس، القدس موضوع مهم جدا لاستثارة همم العرب والمسلمين في الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن على صعيد القانون الدولي، القانون الدولي أمور القدس مختلطة. مثلا قرار 181 اعتبر القدس منطقة خاضعة لإدارة دولية. صحيح هنالك أشياء تخدمنا، مثلا تقرير لجنة البراق 1930 اعتبر أن حائط البراق ملك للمسلمين، ولكن هنالك قضايا مختلفة بشأن القدس، بعضها يعتبرها منطقة محتلة، بعضها يسلم بتقسيم القدس، بعضها يريد للقدس أن تكون تحت إدارة دولية. أما موضوع اللاجئين على الصعيد الدولي، كل القرارات حتى التي تسلم أو جاءت على أرضية أن إسرائيل حقيقة قائمة يجب الاعتراف بها، ركزت على أن العودة أمر لا مفر منه، العودة والتعويض أمر لا مفر منه، ويجب على دولة الاحتلال أن تلتزم بهذا القرار. لذلك إذا استندنا لموضوع اللاجئين، إذا استند الشعب الفلسطيني إلى موضوع اللاجئين والجريمة التي ارتكبت بحقهم والقرارات الدولية التي تعتبر أن عودتهم وحق طبيعي لهم وواجب على دولة الاحتلال أن تلتزم به، فهنا يكون النضال الفلسطيني يعني له مستند شرعي حسب القوانين الدولية المعمول بها حاليا. لذلك يعني عندما حصلت المفاوضات واتفاق أوسلو وجرى تأجيل الحديث عن قضية اللاجئين، هذا أمر كان في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة وفي غاية الضرر على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقه في المقاومة. قلنا اللاجئين موضوع ما قام به الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من طرد وتهجير لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، هو جريمة حصلت بدعم غربي، جريمة مكتملة الأركان، حصلت بدعم غربي لأن بريطانيا أفسحت المجال والولايات المتحدة الأمريكية أعطت لإسرائيل الدعم الكامل. تم التهجير من خلال استراتيجية ارتكاب مجازر، عرفت باسم الخطة دالت، سبق أن تحدثنا عنها في حرب 48. الفلسطينيون تم تهجيرهم، 89% من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه دراسة للدكتور سلمان أبو ستة أجراها استنادا إلى ملفات للحكومة الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي أفرج عنها قبل يعني ربما عقدين من الزمن، 89% من أبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا تعرضوا للعمل العسكري، تراهم لعمل عسكري مباشر. يعني الناس ما طلعت ترف، وإنما خرجت تحت التهديد، الغالبية العظمى تحت التهديد المباشر 89%، 10% خرجوا تحت تأثير الحرب النفسية، 1% الذين قرروا أن يغادروا، يعني نسبة لا تذكر من أبناء الشعب الفلسطيني. أنا أجريت مقابلات مع عدد من يعني كبار السن، يعني أحدهم الآن عمره 70 سنة والآخر عمره تجاوز 80 عام. العمر 70 سنة كان خرج أهله من السبع
يقول كنا نسير على الدماء في الشوارع وبين الجثث. يقول أنا أستغرب هؤلاء الذين تمكنوا من البقاء داخل الأرض المحتلة عام 48 كيف استطاعوا أن يصمدوا في تلك اللحظات العصيبة. شخص آخر قال لي من منطقة اللد ومحيطها، قال لي أنه بينما كان في طريقه إلى رام الله من اللد إلى رام الله، قال يعني جاء بعدنا جاء بعدهم أشخاص رووا لنا ما شاهدوه. إيش اللي شاهدوه؟ دل كانوا في مسجد اسمه مسجد دهمش، ودخلت القوات الصهيونية وأطلقت النيران، كان مكتظ المسجد بالناس، أطلقت النيران على الناس اللي نحتموا بالمسجد. هذا الرجل الذي حدثهم كان من بين الذين سقطوا على الأرض وتساقطت الجثث فوقهم، يعني نجاته كانت أنه نصيبه جاء قدره أن يلقى على الأرض، فجاءت جثث الشهداء الذين قتلوا برصاص الاحتلال وقام من بين الأموات. إذن جريمة مذبحة دير ياسين غيرها، كل هذه المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أدت في النهاية إلى تهجير أبناء شعبنا من 532 مدينة وقرية وبلدة، مدينة وقرية وبلدة تم تهجير هذه القرى والمدن والبلدات، بعضها أو الكثير منها دمر. قلنا إحنا قبل ذلك إنه الاحتلال الإسرائيلي دمر كل المدن الفلسطينية التي كانت قائمة قبل عام 48 باستثناء مدينة واحدة هي مدينة الناصرة. لماذا؟ لأنه بن غوريون كان خايف من ردة فعل الفاتيكان، لأن مدينة فيها الطابع المسيحي، كان خايف من ردة فعل الفاتيكان، فأوصى بعدم ليس حبا في مسيحي فلسطين، لأنه أهلنا المسيحيين أيضا مثلهم مثل المسلمين ناضلوا ضد الاحتلال، وإنما خوفا من ردة فعل بابا الفاتيكان. الآن اللجوء، التهجير الذي اضطر للترانسفير، إبعاد، التهجير القسري الذي تعرض له أهلنا، إيش حكم اللاجئ هذا الذي هجر رغما عن أنفه في القانون الدولي؟ كما قلت في بداية المحاضرة، حسب أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني العودة حق، ما فيش مجال مش العودة مش حق نظري، ممارسة العودة حق، وتعويض اللاجئين حق آخر، تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، عن المخاسر التي حرموا، التي تسببت بسبب حرمانهم من استثمار أراضيهم وممتلكاتهم، عن المخاسر التي تسبب بها غيابهم عن أراضيهم وانقطاعهم، انقطاع مسيرة حياتهم التي كانت راسخة عبر مئات السنين فوق أرضهم. في 11/12/1948 صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. هذا القرار نص على حق العودة والتعويض للاجئين، العودة والتعويض، مش العودة أو التعويض، العودة والتعويض. طبعا هذا القرار يجب أن ننتبه، لأنه يعتبر جاء على أرضية إنه إسرائيل دولة موجودة، إنه إسرائيل دولة موجودة، لكنه نص على حق العودة والتعويض للعودة لوين؟ إلى بلده، إلى أرضه، إلى بيته. يعني المسألة مش إنه والله العودة إلى الدولة الفلسطينية أو إلى منطقة الحكم الذاتي أو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، العودة إلى مسكنه أو بيته، إلى أرضه، إلى بلدته، العودة إلى المكان الذي هجر منه، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ونص أيضا على غوث اللاجئين حتى عودتهم. في كمان المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، حق لكل إنسان أن يغادر وطنه وأن يعود إليه متى شاء دون أن يتدخل أحد في هذا الأمر.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية اللي صدر عام 1966 يقول يجب عدم جواز حرمان أي شخص من دخول بلده. يجب عدم حرمان أي شخص من دخول بلده. لجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان نصت على حق اللاجئين في استرداد بيوتهم وممتلكاتهم. يعني كمان النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها هذا بيأكد إهان في حديث عن الحقوق الفردية هان في حديث عن الحق الجماعي للشعب الفلسطيني. ومن هان بنقول إنه حق العودة هو حق فردي وحق جماعي أيضا. حق العودة حق فردي لكل شخص وحق جماعي أيضا للجماعة الوطنية للشعب الذي تم تهجيره. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 نصت على حق العودة للموطن الأصلي. الآن هذه اللي تندرج في غالبيتها المواثيق ضمن القانون الدولي الإنساني لها طبيعة آمرة، لها طبيعة يعني واجبة النفاذ، لا يحق لأي طرف أن يخالفها. والتأكيد فيها جاء على العودة للبلدة، للبيت، للأرض التي خرج منها. الجمعية العامة أيضا للأمم المتحدة اشترطت عند قبول عضوية إسرائيل في قرار اسمه 273 اشترطت تعهد إسرائيل بتطبيق قرار 194، يعني بإعادة اللاجئين وتعويض اللاجئين عن الضرر الذي لحق بهم. الأمم المتحدة جددت قلقها كثيرا من عدم تطبيق إسرائيل لقرار 194. حق العودة في تصنيفاته هو حق طبيعي. إيش يعني طبيعي؟ يعني ما بدوش قانون. طبيعة الأشياء تفرضه مطلق، يعني غير مقيد بأي شرط فردي. كل إنسان له حق أن يعود إلى وجماعي. هذا الحق الفردي لا يجوز أن يفوض لأحد. يعني اللاجئ بنفعش السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية تيجي تقول أنا مأنوب عن اللاجئين الفلسطينيين ومن حقي أن أتصرف فيها. لا، هذا حق فردي لا يفوض لأحد، يبقى صاحبه هو الذي يمتلك القرار بشأنه ولا يستبدل هذا الحق. بنقولش وطب بلاش العودة خلينا نستبدل بإشي ثاني، تعويض مثلا. لا، أيضا لا يستبدل. إذن هو حق فردي، حق جماعي، حق مطلق، لا يفوض، لا يستبدل هذا الحق. بموجب بروتوكول لوزان عام 49 أيضا تعهدت إسرائيل بعودة اللاجئين. هن بروتوكول لوزان اللي بناء عليه وقرار 273 اللي بناء عليهم تم قبول إسرائيل، عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، تعهدت إسرائيل بإعادة اللاجئين، تطبيق قرار 194. يعني إسرائيل نقضت شرط أساسي من شروط من تعهداتها عندما قبلت في عضوية الأمم المتحدة. اليوم في فلسطين المحتلة عام 1948 250 ألف لاجئ. يعني في داخل بين قوسين في داخل إسرائيل 250 ألف لاجئ فلسطيني. طبعاً الأونروا ولا تقدم لهم أي خدمات. في جزء منهم كانوا لاجئي قرية إقرت وبرعم. هذول قدموا قرار لمحكمة العدل، طبعاً بين قوسين العدل الإسرائيلية. والمحكمة هذه قررت لصالحهم إنه هذه أرضهم من حقهم أن يتملكوها، لكن الاحتلال رفض. سلطات الاحتلال، حكومة الاحتلال رفضت السماح لهم بالعودة، رفضت تطبيق قرار محكمة العدل بين قوسين. طبعا البدو بتم تهجيرهم، يعني القرى البدوية، ما أماكن التجمعات البدوية اللي سابقة لإنشاء دولة الاحتلال. اليوم ماذا يطلق عليها الاحتلال؟ اسم ايش؟ القرى غير المعترف بها، يرفض. وفي سياسة لتدمير هذه القرى
ويمكن كان من أخطر المشاريع وأبرزها في السنوات الأخيرة مشروع برافر اللي أراد أن يمحو هذه القرى البدوية في النقب، لأنه الحكومة حكومة الاحتلال تريد إنشاء مدن ومجمعات استيطانية وصناعية لليهود في المناطق الفلسطينية المحتلة. هنالك خلط بين حق العودة والتعويض. الحق العودة شيء وحق التعويض شيء آخر. العودة أن تعود إلى المكان الأصلي الذي أخرجت منه رغما عن إرادتك، أما التعويض فهو أن تعوض عن الضرر. وهذا التعويض أنواع، من لا يريد أن يعود يمكن أن يعوض، من لا يريد أن يعود. العائدين حسب القانون الدولي، واحد ما بده يعود لأرضه بياخذ بدل. للعائدين أيضا بشكل عام يحق لهم التعويض. أيضا في تعويض عن الأضرار، وفي تعويض بغض النظر عن حالة الممتلكات، سواء الممتلكات تدمرت لحق بها أذى أم بقيت كما هي، في تعويض عنها. وفي تعويض لضحايا الحرب الذين استشهدوا، الذين فقدوا، والذين يعني لحق أو تعرضوا لإعاقات وتشويه. أنا هنا أركز على مسألة ربما ذكرناها قبل قليل، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية رابحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قضية نضالية رابحة يجب التركيز عليها. يعني اليوم مثلا موضوع المقاومة السلمية، كل الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتحدث أن المقاومة السلمية شيء مشروع. موضوع اللاجئين، عودة اللاجئ، ممارسة اللاجئين لحقهم في العودة، هذه مسألة كثير يمكن الاستفادة منها، كثير يمكن الاستفادة منها في الكفاح السلمي. كيف؟ لأن عندنا كل هذه وغيرها كثير قرارات دولية تنص على حق الشعب الفلسطيني بالعودة. لو الآن تم تنظيم مسيرات من غزة ومن الضفة الغربية ومن 48، يمكن الظروف الإقليمية والدول العربية لا تساعد الآن، لكن من هذه المناطق لو تم تنظيم مسيرات، ترفع هذه المسيرات شعار تطبيق أنه اللاجئ الفلسطيني يريد تطبيق قرارات الأمم المتحدة بممارسة حقه في العودة إلى بلدته وقريته، هرب يا جنب بيت لاهي. وكثير يعني نعم المجدل، كل يعني دير سنيب، كل المناطق الجنوبية القريبة يستطيع هذا لو حدث. طبعا هذا بده عمل ضخم، بده شغل دبلوماسي وشغل إعلامي وشغل ميداني مستمر وترفع شعار انه نريد تطبيق قرارات الأمم المتحدة. المسألة ليست عدوان على أحد، ليست رغبة في قتل أحد، ليست اعتداء على القانون الدولي ومهاجمة أي طرف، وإنما المسألة مسألة ممارسة حق أقرت نصت عليه عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. هذا يعطي مجال لتنشيط النضال الفلسطيني، يضع دولة الاحتلال أمام أزمة، إنه هدول هل سيكون سهل على دولة الاحتلال أن تطلق النار على جهة، على أشخاص أو على مسيرات تريد تطبيق قرارات الأمم المتحدة؟ لو فعلت هذا هل سيمر هذا بسهولة؟ أعداء الشعب الفلسطيني عندما يجدوا أن الرايات المرفوعة تطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، تطالب بمنح الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة قرارات نصت عليها، أو يعني في ممارسة حقوق، تطبيق حقوق نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، أعتقد أن هذا سيضع إسرائيل في مأزق، سيضع الرأي العام العالمي في مأزق، والمؤسسات الدولية أيضا في مأزق، ودول كل الدول المجاورة أيضا ستكون أمام مأزق. إنه الآن
هذا نضال سلمي، هذا كفاح سلمي يقوم به ناس مدنيون يحملون كواشين الطابو، يحملون مفاتيح بيوتهم، إضافة إلى ذكرياتهم وحقوقهم. هان يمكن استخدام على فكرة الأرض البر، ويمكن استخدام البحر أيضا. يعني تخيلوا لو مثلا تم تشكيل ائتلاف، تخيلوا تم تشكيل ائتلاف، ائتلاف لاجئي المدن الساحلية، وبدوا يعدوا سفن من أجل العودة إلى البلدان، وهذا بده شغل. حتى لو لم تذهب هذه لو لم تخرج هذه السفن، لكن هذا يبقي القضية حية، يذكر بجريمة الاحتلال، يذكر بحق الفلسطينيين، بدل ما المسألة تضلها مسألة هذا منقسم عن هذا وهذا مختلف مع هذا. لا، خلي السياسيين يختلفوا زي ما هم عايزين، ماشي، كل الاحترام لهم، ما إلنا اعتراض على حدا فيهم، لكن إحنا كشعب، إحنا كناس إلنا حقوق. إذا تخلى السياسيون عن المطالبة بها، فلماذا لا يبادر الإنسان العادي بعمل ذكي، عمل سياسي دبلوماسي إعلامي قانوني احترافي، لكي يثير قضيته ويبقيها حية ويذكر بجريمة الاحتلال الإسرائيلي. هذه أنا أقول قضية اللاجئين هي قضية رابحة كما قلت لكم في بداية المحاضرة وكما تحدثت الآن. وطبعا هذه بتضل قضايا، يعني هي محل وجهات نظر، قد يقتنع بها البعض وقد يعني يعترض عليها البعض الآخر. الآن في تعريف اللاجئ، من هو اللاجئ حسب القوانين الدولية؟ هو من طرد أو خرج من أرضه، من بلده، من بيته، ولم يسمح له بالعودة، ولم يسمح له بالعودة. لكن الأونروا أضافت على التعريف أن اللاجئ هو الذي خرج، طرد أو خرج ولم يسمح له بالعودة، والمسجل في سجلات الأونروا عن اللاجئ الفلسطيني والذي يتلقى خدماتها. بموجب هذا التعريف، في 2 مليون لاجئ فلسطيني اليوم تقريبا، ما يزيد عن 2 مليون لاجئ فلسطيني غير مسجلين في سجلات الوكالة، في 5.1 مليون لاجئ في كشوف الأونروا، لكن العدد الحقيقي تقريبا 7.5 مليون لاجئ فلسطيني، وهذا يعني بيقلص. النازح مين هو؟ الفرق بين اللاجئ والنازح، النازح اللي بعد عام 67 وهم الآن حوالي 410,000 نازح فلسطيني، بعضهم عاد وفق نظام سموه لم الشمل، بعض ضغوط دولية في لم الشمل، عائل يتزوج من امرأة تحمل الهوية التي تصدرها سلطات الاحتلال، أو التي تزوجت من شخص يحمل الهوية التي تصدرها سلطات الاحتلال، بعد مسيرة طويلة ودفع فلوس وغيره، يعني تم إصدار لم الشمل، سموه هويات لهم. وقتش نشأت المخيمات الفلسطينية؟ المخيمات الفلسطينية أغلبها نشأت في 48 و49 وفي مطلع الخمسينات، أغلب المخيمات الفلسطينية نشأت في تلك المرحلة. تلقوا خدمات من مؤسسات محلية وأيضا من مؤسسة الكويكرز. الوكالة الأونروا تم تأسيسها في 49، لكن في شهر مارس 1950 بدأت عملها. المخيمات الموجودة حاليا في 19 مخيم بالضفة الغربية، و10 في الأردن، 8 في غزة، 12 في لبنان، و10 في سوريا. في بعض المخيمات الموجودة لكن الأونروا لا تعترف بها، في بعض المخيمات الموجودة لكن الأونروا لا تعترف بتلك المخيمات. هذا بالنسبة للمخيمات، بالنسبة لي قلنا الجريمة، موقف القانون الدولي أو قضية اللاجئين في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التفريق بين حق العودة والتعويض، تمييز بينهما، من هو اللاجئ، مسألة المخيمات بشكل عام. الآن مسألة الموقف الإسرائيلي، الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين، الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين. كيف تنظر إسرائيل لهذا الموضوع
وكيف تتعامل معه؟ هل تعترف إسرائيل باللاجئين؟ هل تعترف إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين وبحقوقهم، أم أنها تتنكر للاجئين الفلسطينيين؟ أول حاجة، إسرائيل ترفض تحمل الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين. إسرائيل ترفض تحمل المسؤولية. يقول لك هذه احنا لا هم طلعوا لحالهم، اللي خرجوا وحدهم لم، وبالعقهم طبعا بيعتبروا انهم اعتدي عليهم، لان الجيوش العربية عندما دخلت في 15/5 اعتبروا ان هذا اعتداء على إسرائيل، اعتبروا ان هذا اعتداء على ما إلنا علاقة هيك. إسرائيل ترفض تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وبالتالي ترفض تحمل وترفض تحمل تبعات المسألة. إيش تبعات المسألة؟ يعني في مشكلة صارت، بدنا نحل المشكلة، بدنا نرجع الأمور إلى أصلها، وبالتالي ترفض عودة اللاجئين، ترفض عودة اللاجئين. تيجي إسرائيل بتحدد، إسرائيل بتحدد أعداد اللاجئين أحياناً، يقول لك اللاجئين 50,000، أكثر رقم إسرائيل أعطته 50,000 لاجئ، لكن هدول اللاجئين حلوا مشاكلهم بعيد عنا، إحنا ملناش دعوة لأنه إحنا لم نتسبب في إحداث هذه المشكلة. أحياناً تيجي بتقول اللاجئين هم الموجودون داخل المخيمات، أحياناً بتقول إنه اللاجئين هم الموجودين داخل المخيمات. طبعا الآن إسرائيل تطالب بتشكيل صندوق دولي لتعويض اللاجئين. إسرائيل استعدادا لإعادة أعداد رمزية، أعداد قليلة، عشان تقول والله هينا سمحنا بعودة اللاجئين الفلسطينيين. تصر إسرائيل عند تشكيل صندوق دولي، وتصر على أن تكون قائدة لهذا الصندوق، يعني مش على كيفهم الناس يعوضوا، لا، بتتدخل من هم الأشخاص الذين يحق لهم التعويض وكميات المبالغ التي يجب أن تعطى لهم. تشترط إسرائيل عند التعويض يجب أن يحدث الأمر تدريجيا، وبعد كل دفعة يجري هدم مخيم وشط قائمة من قوائم اللاجئين. يعني المسألة بدنا ندفع، بس ندفع الدفعة الأولى تشطب قائمة أسماء للاجئين وتدمر مخيم، لأن المخيمات هي إحدى الشواهد والشهود الرئيسية على مسألة النكبة. وطبعا تطالب السلطة إسرائيل، تطالب السلطة إجبار اللاجئين على قبول هذا الحل، تطالب السلطة بإجبار اللاجئين على قبول هذا الحل. وكمان إسرائيل تعمل على الربط بين حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ومشكلة مين؟
اللاجئين اليهود من الدول العربية. يعني اليهود اللي اجوا من الدول العربية على فلسطين المحتلة عام 1948 تعتبرهم لاجئين، لهم حقوق في بلدانهم الأصلية. فهان في حق للاجئ الفلسطيني وفي حق أيضا للاجئ اليهودي. من ضمن الأشياء إسرائيل تنظر لقضية اللاجئين على أنها قضية إنسانية وليست سياسية. إيش يعني تنظر لقضية اللاجئين على أنها قضية إنسانية وليست قضية سياسية؟ يعني بنطعميهم وبنسقيهم وبنطببهم، نعالجهم، نوفر لهم التعليم، أما مسألة وطن وعودة هذه ننساها، لأنه هدول مش شعب. إسرائيل لا تنظر لنا كشعب له حق يعني الاستقلال والسيادة على أرضه. وإسرائيل أيضا تطالب مع حل، مع فرض رؤيتها لحل مشكلة اللاجئين. تطالب إسرائيل بإيش؟ تطالب إسرائيل بإعلان إنهاء الصراع من قبل الشعب الفلسطيني. يعني خلصنا. شوف، هي لا تعترف بحق اللاجئين ولا تريد لهم أن يأخذوا حقوقهم التي قررها لهم القانون الدولي، ورغم ذلك تريد عندما تفرض رؤيتها أن يعلن انتهاء الصراع، وأن الفلسطينيين ليس لهم أي ادعاءات في أرض فلسطين وفي وكونهم شعب يعني له الحق في السيادة والاستقلال وممارسة الآن في بيبقى موضوع وضع اللاجئين في البلدان العربية. سأتحدث باختصار وإجمال في هذه المحاضرة، والمحاضرة الجاية سنفصل في هذا الموضوع. خرج اللاجئون من بلداتهم وقراهم 532 التي تحدثنا عنها إلى مناطق رئيسية. المنطقة الأولى في جزء بقي في أرض 48، في جزء جاء إلى الضفة الغربية، جزء إلى قطاع غزة، جزء آخر ذهب إلى الأردن، جزء إلى العراق، جزء إلى سوريا، جزء إلى لبنان، وجزء إلى مصر. بريطانيا ذهب إليها أعداد قليلة من اللاجئين، الفلسطينيين. هؤلاء اللاجئون عاشوا في هذه البلدان، بطرق مختلفة عن كل ناس عاشوا مختلفين عن المناطق الأخرى. يعني بالضفة الغربية أصبحوا مواطنين، وفي الأردن أصبحوا في غالبية مواطنين في المملكة المتحدة، المملكة العربية الهاشمية، ولهم حقوق انتخابات وأن يكونوا في البرلمان وأن يمارسوا عمل اقتصادي. ولازالوا اللاجئين في الأردن حتى اليوم عندهم الجنسية الأردنية. ربما اللاجئ الوحيد من بين كل اللاجئين الفلسطينيين الذي يعرف نفسه وكثير من اللاجئين في الأردن تركوا المخيمات وبيعيشوا في المدن وبيحتلوا يعني في الاقتصاد وفي الثقافة وفي المواقع المختلفة، بيحتلوا أماكن مرموقة ويعرفوا أنفسهم على أنهم أردنيين من أصل فلسطيني، عكس اللاجئ في سوريا اللي بيعتبر نفسه فلسطيني بدرجة أولى وأساسية، واللاجئ اللي في لبنان وأيضا يعني من تبقى من اللاجئين في مصر، وأيضا اللاجئين اللي موجودين في أوروبا. اللاجئون الفلسطينيين
خلال مسيرتهم الطويلة منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة تعرضوا أو تقلبت عليهم ظروف مختلفة، بعضهم استقرت أوضاعه لفترة ثم اضطر للجوء مرة أخرى. هذا ارتبط على اللي سكنوا في غزة واللي سكنوا بالضفة واللي سكنوا في سوريا واللي سكنوا في لبنان، حتى الذين استقرت أوضاعهم في دول الخليج اضطروا، يعني شاهدوا ظروفا أو عاشوا ظروفا متقلبة ومختلفة، ربما تكون أكثر ظروف اللاجئين الفلسطينيين صعوبة هي في لبنان، لكن الآن لاجئي سوريا أوضاعهم يعني أكثر صعوبة لأنهم على المحك، وأيضا اللاجئين في العراق تعرضوا لهذه المسألة. في المحاضرة القادمة نتحدث بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين عن أحوال اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. يعطيكم العافية.